السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. أصدقائي، طبعا تطبيق أجنبي رائع جدا، ممتاز جدا لربح بطاقات جوجل بلاي ورصيد بايبل وشحن جواهر فري فاير وشدات بوبجي موبايل بأسعار منخفضة. طبعا التطبيق أمريكي أصدقائي، في عندكم طرق عديدة جدا للربح من هذا التطبيق. أصدقائي راح نشرح عن هذا التطبيق يعني شرح كلي، وراح نشوف طريقة العمل على هذا التطبيق. أول شيء أصدقائي راح يكون عندكم هون مكان الخط اللي حطيته كلمة لوج إن، راح تضغطوا عليها وبعدين راح تروحوا على خانة الفيسبوك والجوجل، ولكن في تحت كلمة ريجستر مكان الخط الثاني هون راح تضغطوا على ريجستر وراح تسجلوا، راح تكتبوا الاسم والإيميل وراح تعيدوا وتكتبوا باسورد وتعيدوا كتابة الباسورد. أول شغلة أصدقائي، طبعا عنا الربح بهدول العملات وعنا الربح بهي العملات. وكأصدقائي طبعا أصدقائي هون أول شي راح نشوف طرق السحب الرائعة من هذا التطبيق. راح أنتظر ليفتح معي طرق السحب، بعتذر عن الشبكة. مثل ما شايفين بطاقات جوجل بلاي أمريكية، عندك 5000 نقطة ب$5 وهوني خمسة، وعندك 10 ب10,000 وال15 ب15,000 وال20 ب20,000. وفي عنا أصدقائي كمان بايبل، عنا $5 $10 $15 لحد $25 أو $50. وفي عنا هون الفودافون كاش، مثل ما شايفين 50 جنيه 100 جنيه 150 جنيه 225 جنيه لحد 375 جنيه. في عنا الشدات بوبجي موبايل، طبعا 60 شدة سعرهم 1000 نقطة، و325 شدة سعرهم 5000 نقطة. عندكم جواهر فري فاير، طبعا 1000 نقطة تساوي 110 جواهر فري فاير. مثل ما شايفين اصدقائي بتكتبوا الاي دي هون وبتضغطوا على كلمة صح بعد ما انتو تجمعوا بهذا التطبيق. اصدقائي عنا طرق كتيرة للربح من هذا التطبيق، راح تضغطوا على ايرن بوينتس. مثل ما شايفين هدول تطبيقات انتو بتحسنوا تشتغلوا عليهم، يعني هذا التطبيق بتوصل ليفل 10 بتاخد 1500 نقطة، وهذا التطبيق تنضم عفوا هون بتنضم للجروب الفيسبوك، وهون بتوصل لليفل 11 بتاخد كمان 2500 نقطة. عنا الاوذرز، هذا التطبيق اذا بتنزلوه بتاخدوا 30 نقطة. عندكم السيرفرز كمان، وعندكم الانستال هون كمان، عندكم هي الخانة عفوا هي الخانة اصدقائي هي خانة الاعلانات، وهون في عندكم هون خانة العروض السي بي اي. اوكي اصدقائي عندكم خانة عروض السي بي اي. اصدقائي والله هذا عروض السي بي اي، هذا ركزوا عليها، هي رائعة جدا. حتى لو ما اكملتوا العروض فبيعطيكم نقاط، يعني رائع جدا جدا جدا. اوكي اصدقائي مثل ما شايفين 1500 نقطة، في عندكم عروض تانية بتاخدوا منها. طيب نحن ما رح نربح، ما بدنا العروض، نحن بدنا شغلات تانية للربح من هذا التطبيق. رح نرجع خطوة لورا أصدقائي، مثل ما شايفين عندكم هون طبعا هاي أول خانة هي مراسلة صاحب التطبيق إذا في عندكم أي مشكلة. أوكي أصدقائي رح نرجع لورا، في عندكم هاي اللعبة أصدقائي، بصراحة ما بعرف أنا شو هاي اللعبة لكن كمان بتعطيكم نقاط. أوكي أصدقائي في عنا كمان هاي اللعبة، كمان هي عن طريق سبين. مثل ما شايفين يعني عن طريق سبين بإمكانك إنه تربح منها 1000 نقطة. وهون أصدقائي في عندكم هاي اللعبة كمان هاي سبين، بإمكانكم يعني مثل ما شايفين في 250 نقطة 300 نقطة 10 نقاط 100 نقطة، في عندكم يعني حد كبير جدا للربح منها. هاي دخلنا لها يا أصدقائي، وراح نفوت على هاي كمان هي عن طريق سيرش، يعني مسح الشاشة، كل ما بتمسحوا الشاشة راح تربحوا أكتر. أوكي أصدقائي في عندكم هون مراسلة صاحب التطبيق إذا في عندكم مشاكل، وفي عندكم الخانة الثانية هي خانة كيف جمعتوا النقاط، يعني مثل ما شايفين أصدقائي أنتوا كيف جمعتوا النقاط. وفي عندكم هون دعوة الأصدقاء، وفي عندكم هون الجيم لعب الألعاب، وهون الجنرال هي عروض السي بي اي والأذرز، طبعا هي العروض يلي بتنزلوها والتطبيقات يلي بتحملوها. هون أصدقائي عندكم هي الخانة هي خانة الجيف بونتس، يعني السحوبات يلي أنتوا ساحبينها. هون في عندكم خانة الانفايت فريندز، لكن اصدقائي والله ايش قد بيعطي على الاحالة ما بعرف نهائيا. اوكي اصدقائي طبعا رح اذا بتضغطوا هون مثل ما شايفين في عندكم مراسلة الدعم، في عندكم يعني خروج من التطبيق، وفي عندكم شغلات كتيرة بهذا التطبيق. يعني اصدقائي تطبيق رائع، ومثل ما حكيت طرق السحب بهذا التطبيق رائعة جدا 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 بصراحة، يعني طرق سحب ممتازة بهذا التطبيق. فيه بطاقات جوجل بلاي امريكي، فيه رصيد بايبل، فيه
فودافون كاش فيه شدد، ببجي موبايل وجواهر فري فاير. اوكي اصدقائي، طبعا مثل ما شايفين هدول العاب انتم بتحسوا تستفيدوا منهم، عروض السي بي اي بتحسوا تستفيدوا منها، يعني كل شيء بهذا التطبيق بتقدروا تستفيدوا منه اصدقائي. اوكي اصدقائي، كان هذا شرحنا بالنسبة لليوم، بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.